فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان الخطيب يخطب الناس في صلاة الجمعة فدخل رجل فجلس دون أن يصلي ركعتين فأنكر عليه، هل يشرع في حقه تكرار الإنكار على الأشخاص الآخرين الذين يدخلون بعده ولم يعلموا؟ أرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. إذا دخل الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة ثم جلس، فالإمام فالخطيب لا ينكر عليه مباشرة، بل يقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول أصليت؟ فإن قال لا قال قم فصلي ركعتين وخففهما، وإن قال صليت انتهى الأمر. وكذلك لو دخل ثاني وثالث فإنه يقول لهم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو فعل فعلا في حادثة فهو قول وفعل لجميع الحوادث.